واستنتجت إنه الواحد إذا بعد وجرب بهالدنيا وتأكد من مشاعره أحسن من إنه يتزوج بعمر صغير ويسأل حاله بعد كم سنة زواج معقول لو تعرفت على حدا تاني كنت انبسطت أكتر؟ مثل ما توقعت ما سألتيني كيفك وشو عملت بهالفترة دغري بلشتي بالفلسفة وبالحكي عن التجارب يا لطيف شو مغرورة بس أنا اللي بعرفه إنه مرتك منيحة وشغلك كمان منيح أحمد لا تخاف مني ما رح خربت لك حياتك اعتبر لقائنا هاد مثل زيارة من صديق قديم مثلا شو رأيك؟ إذا بتريد تفضل ممكن تجيب لي كاسة عرق؟ تكرم عينك اتصل بمرتك مسعود شوفها امتى بدها توصل بقى مو من شوي قالت انها على الطريق مزبوط بس صار مري 10 دقايق كنا نحنا رحنا جبناها هي قالت ما في داعي هلأ بتجي يعني لهالدرجة مليتي مني ستي جاي لعنا خطاب اليوم ونحنا قاعدين عم نضيع وقت هون لسه في وقت في وقت ما قلت لك بلا ما اجي معك لسه بدي ارجع البيت واتحمم واكوي الاواعي اللي رح البسها عندي شغل كتير كأنه الجماعة جايين يخطبوكي طولي لي بالك ستي لا تكوني متضايقة منه شفتني حكيت شي ليكني قاعدة وساكتة ايه بس عم تطلعي فيهم تطليعات غريبة والله ما عم بفهم كيف بيفكروا شباب هالأيام عم يحضنوا بعض وبيبوسوا بعض قدام كل العالم بكرة منشوف إذا هالشاب رح يرضى يتجوزها لهالبنت والله حرام عليهم لكو بيصبغوا شعرهم بكير كمان وبيضربوا لي حواجبهم سمعت كمان إنهم عم يحطوا حلا على شفايفهم استغفر الله العظيم لو إنه شي واحد منكم جاب لي كنة من هالأشكال هاي كانت إجتني الجلطة فورا شبك ستي أنت شو مشكلتك مع الكناي ما في غير بتحكي عليهم هاي ماتيلدا أجت مسعود سكر على الموضوع حياتي أهلا وسهلا أنا آسفة خليتكم تستنوا كتير يعني خدي امسكي كم كيس معي زكاتي السيارة هون يلا أمشوا ماشي ماتيلدا احذري مين راح يسوق السيارة كبرانة يا روعة وصايرة حلوة كتير كمان بتشكرك أحمد هاتي خبريني بعد ما انتقلنا على اسطنبول بابا توفى وبعد كم سنة توفت أمي أخي كبر وتزوج وبقيت لحالي بهديك الفترة كنت عم اشتغل بتصميم المجوهرات ومع الوقت صرت وزع على الدول من تصاميمي طبعا الوقت والمسافة اللي بعيدة وبعدي عن الذكريات اللي متعلقة بأهلي خففوا شوي من الوجع اللي كنت حس فيه بعدين رجعت لهون في ناس بينسوا هالشغلات بعشرين دقيقة انت 20 سنة لحتى نسيتي انت بتعرفني انا هيك من زمان لما يصير شي لحدا بحبه بحسه عم يصير إلي حسيت حالي بهداك الوقت متت معهم وهلأ انت مرتاحة شي انا هلأ هون بس ما قلي حدا وما عندي رفقات رح بلش من المكان اللي تركته أنا استأجرت محل هون قدرت أني أعمل اسم مهم بمجال شغلي مشان هيك رح أبقى هون والله أنت غريب كتير صار لي غايبة 30 سنة وهلأ عم تحكي كأنه صار لنا يومين بس مو شايفين بعض الناس اللي بيقدروا بعضهم دائما هيك في رابط بينك وبين الناس اللي كنت تحكي لهم همومك ومشاكلك وهذا الرابط ما لازم يروح لا قدام الزمن ولا حتى قدام المسافة لا تفهمني غلط هيك كمان بيصير مع الأصدقاء مع ما فهمي غلط أنا مطمن كتير أخوك كيفه؟ منيح عنده 5 أولاد السنة الماضية توفيت مرته صاير هلأ مثل أب وأم لأولاده تعرفي إنه أخي عمر بيت مثل بيتنا اللي كان بالضيعة بإيده وبنص اسطنبول مو غريب هو طول عمره
كان يعمل اللي بيآمن فيه. الخالة أمينة كيفة؟ بس لا تقلي إنها توفيت. الحمد لله عايشة ومنيحة كتير كمان. هي عايشة عند أخي هلأ، ما بتتفق هي وفريال، يعني هي ومرتي. أصلاً أنت البنت الوحيدة اللي كانت تحبها. فيني شوفها أحمد؟ مو مهم اليوم أو بكرة، وإذا عائلتك ممكن يفهموا هالشي غلط، خلص بشوف أمك وأخوك بس بدون باقي العائلة. بترجاك. بابا تعي تعي بنتي تعي. شو رأيك؟ طالعة كتير حلوة إيمان. شكرا بابا، أنا متوترة كتير. وأنا كمان متوتر. شكرا كتير بابا. على شو؟ يعني ما قلت لي إنه شهناز لازم تتجوز بالأول؟ ما بعرف، أو لأنك سامحتني وقبلت كمان اختياري للشخص اللي بدي إياه. بس لو إنه هالشاب ما كان مناسب ما كنت وافقت على زواجك منه. لهلأ ماني مصدقة بابا، ما رح تغير رأيك بعدين، ما هي؟ رح غير رأيي إذا اكتشفت كذبة جديدة. يسلموا هالإيدين. صحتين وهنا خالة فاطمة. أنيس يسلموا إيمان. والمرت أخي خليه على راحته، أصلاً هو أصغر مني بسنة. إيمان الكنة ما بيصير ترد بوش حماتها هيك يا بنتي. يا أستاذ. تفضل عمو علي يحيى. لا تلهي البنت إيمان. يلا يا بنتي خفي إيديك. ماشي بابا، عمهلك علي، هي أول مرة بحياتي بضيف حدا قهوة. بلا قلة حياة. يلا يلا. ولا يهمكم، بكرة بتتعلم مع الوقت، ما هيك؟ ست فاطمة، حضرتكم من جيلي بولو؟ اي نعم احمد بيك. من نفس الضيعة؟ اي نعم من نفس الضيعة. وانا كمان من هنيك. شرفت فيكي مدام. نحن من بيت سويار، وحضرتك من بيت مين؟ بيت اوزكان. هدول اوزكان تجار الاحذية، ما هي؟ هنن بالضبط، هدول ابي وعمي. بتعرفي انه اهلنا اصحاب؟ شو هالصدفة الحلوة؟ قديش هالدنيا صغيرة؟ أنا آسفة إذا سؤالي غلط، كيف تعرفتوا على بعض؟ لا تسألي يا ست فاطمة. ما بصير هالحكي من أول يوم يا أمي، أهل البيت لازم يتقلوا حالهم، طولوا بالكم شوي. والله أنا حبيت الست فاطمة بابا، بيّن عليها حبابة، ونحن كمان حبيناها عمي. يعني نحن منقصد يا ريت نحكي بالموضوع. ها
هاي هي عيلتنا يا ست فاطمة، والولاد كبروا بهالبيت. طبعاً أولاد هالزمن ما عندهم صبر بنوم. وأنا كمان حبيت عيلتكم كتير. أنتوا طبعاً بتعرفوا ليش نحن جايين، يعني ابني نزير كمان ما عنده صبر وطلع حاكي معكم بكل شيء قبل ما أحكي أنا. وأنا بقيان علي أني أعمل واجبي حسب الأصول. هاي اللحظة أكتر لحظة بحبها. هلأ الخالة فاطمة بدها تحكي نفس الحكي اللي حكيته لما إجيت وطلبتوني، ما هي؟ مزبوط ماتيلدا. أنا جاي اليوم عشان أطلب إيد بنتكم إيمان لابني نزير على سنة الله ورسوله. بشرط ما يتزوجوا قبل ما تخلص جامعة. فيني أخذ دقيقة من وقتكم؟ أستاذ، أنت عم تطلب إيد بنت ما أنا بنت. أول بالك شوي. بابا إيب إيدك. بابا هدي حالك. شو بدك؟ بابا بترجاك. بابا تترك هاي الشغلة علينا خلاص. تركوني. خلاص مين مفكر حالك حتى في شغلك؟ خلاص خلاص بدي احكي. لا شو بدي يا بابا؟ مشان الله اهدى. خلاص ابعدوا عني. بابا اهدى اهدى. خلاص ترجاني اهدى. طلع من هون. تركوني بدي احكي. طلع يا حيوان. خلاص اهدى انت. طلع من هون يا قليل الشرف قبل ما اقتلك. ترجاك بكفي. طلع تعال عندي يا حيوان. خلاص بقى يا جماعه خلاص. حدا يعمل شيء يا جماعة؟ شو بدكم؟ بابا خليه علي. انت بس اهدى مشان الله. يلا بسرعة. اتركوني عليه. بدي موته. بترجاك بدي موته.
إذا ما مات هلا أنا بدي أخذه بإيدي. خلص خلص فهمنا بقى اسكو. تركوني بدي أخلص عليه. طولي بالك خالي أمينتي. إيه شو هاد؟ عمالة القصة فزاعة. بعدوا عنه خلص بقى. خلص حبيبتي خلص. هدي قبل خليك. نجلة قالت لي يلي صار مبارح. كيفك هلأ؟ عم حاول كون منيح. موقفين مسعود بالمغفر من مبارح. ما تلدى عنده. وشو صار بهداك الشاب؟ الكلب لساته عايش. إذا ما قدم شكوى مسعود بيطلع اليوم. علي يحيى أنا حاسستك مانك على بعضك. بترجاك لا تعمل شي بضر إيمان. اللي صار صار. أولادي ما خلوا شي خايف منه بهالدنيا إلا وعملوه بدون ما يحسبوا حسابي. من شان هيك لا تهديني يا مريانا. يلا فوتي لجوا، هون برد. رح أرجع لعندك ومنحكي. شو صار؟ رح يخلوه بالمخفر كمان شوي. قول لفخرية تخلي إيمان تجي لعندي لهون وانت جهز لي السيارة. تكرم علي يحيى بيك. وما بدي حدا يجي معه. مثل ما بدك. هلأ اتصلت دريت من أنور وسألت عنك وعن مسعود. دق إلا وطمنا عن مسعود. فخرية فخرية روحي خبري إيمان إنه علي يحيى بيك بده إياها. خليها تنزل. طمني بالأول شو صار معه؟ مسعود ما طلع من المخفى. يا ربي وينه علي يحيى؟ بلا ما تروحي أمينة خانو، بده يحكي مع إيمان هلأ لحاله. يلا فخرية. ماشي ماشي. خالي أمينة تعي خليني أعمل لك شاي. تفضل. أبوكن رجع هلا بده ياكي تنزلي لعنده. طيب يلا نازلة. لا تبكي إيمان،
كتير خجلانة انزل شوفه. حبيبتي صار اللي صار، ما رح نقدر نغير شي هلا. يلا يا قلبي قومي غسلي وشك لشوف وانزلي لعند بابا. رح تجي معي ما هيك شهيناز؟ خايفة روح لحالي. بس انتو لازم تحكوا بالقصة لحالكن. اسمعي مني يلا. بابا العادة تقولي بابا، هو هيك تحكي هيك كلمة؟ انتي وطيتي راسي باللي عملتي وخليتي شرف يصير بالأراضي، وطيتي راسي قدام الناس وما رح سامحك على اللي عملتي ليوم الدين. رح تخليني عيش اللي بقيان من عمري بالعار. بابا خرسي خرسي، من اليوم ورايح ما عاد في إلك روحة على الجامعة، فهمتي؟ من هلأ ورايح الشي الوحيد اللي رح أعمله كرمالك كأب هو إني نظف سمعتك من اللي عملتيه. أول ما بيطلع هداك الكلب من المشفى بده يتجوزك غصب عنه. حبيبتي كيفك هلا؟ منيحة حبيبي، ما في شي. أنوار لما أجينا ما اتصلنا بأهلك. هلا كنت رح أتصل فيهم. بابا عم بدق. بابا بترجاك خبرني خبر حلو. مسعود لساته بالمخفر. انت لا تضل قلقان انوار، انا هلا رايح على المشفى رح احكي مع هداك الكلب. ما بدي اي اقدم شكوى على مسعود، اما منشان اختك ايمان رح خليه كمان يتجوزها. بابا لك ابني انا شو عملت؟ انا بشو غلط بحياتي لحتى الله يبعث لي هيك اولاد؟ ما عم بقدر حط عيني بعين حدا. Thank you.
ألو نعم؟ شاهيناز هذا أنا، نزير، بقدر أحكي مع إيمان؟ بس دقيقة نزير، رح أعطيها الموبايل. افتحي إيمان، تليفون. ما بدي أحكي مع حدا، بعده عني. حبيبتي هذا نزير على الخط وبده يحكي معك. صار بعد ما رح في ناس لساته بالمستشفى ما طلع، واخي كمان بالمخفر، وخجلانة من بابا ما بقدر اطلع بوشه. روقي شوي وحاجتك. انت اهلك شو قالوا؟ ما دقيت لك خجلانة منهم؟ انسي اهلي هلا. مثل ما كنت متوقعة، اهلك ما عاد بدهم ياني بعد اللي صار. طالما اهلك ما بدهم ياني فهالشي رح يسهل الامور، لأنه بابا صار بده يجوزني لفراس نزير. كيف؟ شو قلتي إيمان؟ ما عاد بده يعني يروح على المعهد كمان، جاي على بالي موت. أنا أول ما خلص الدرس رح أجي لعندكم، ماشي؟ بس أنت لا تضلي عم تبكي. أنا رح أضحط لهالمسخرة اللي عم تصير. أنا قررت أسس حياة معك ورح أسس هالحياة حتى لو كان أبوكي وأهلي معجبون. حاجة تبكي إيمان، أنا جاي، طمني. المسا رح نحكي بكل شيء. أنا كتير بحبك. أنت استناني هون، خليني يجي، بدي أحكي معه لحالي. علي يحيى بيك أنا. طيب. في مريض اسمه فراس. عفواً بس شو كنيته؟ والله ما بعرف شو كنيته، مبارح بالليل انجرح جابوه لعندكم. ايه عرفته، بس لحظة لو سمحت. لا تحكي ولا كلمة أحسن ما قلت لك. بس حابب أقول لك أنا ماني شخصي. قلت لك لا تحكي، بدك تسمعني. أنت ما رح تقدم شكوى على ابني، وأول شيء رح تعمله لما تطلع أنك تتجوز بنتي بدك تنظف وراك الوسخ اللي عملته إن قلت إيه وإن قلت لا، وبدك تدير بالك لأنه عيني رح تضل عليك. إذا طلعت واحد تافه وما بتلاقي بعيلتي، ما رح فلتوك من إيدي، بس وقتها ما رح يقدر يفلتك حدا. بتشكرك، أنا ما رح ضر إيمان. أمك وأبوك وينهم؟ بدي أحكي معهم كمان. لا، أهلي مو عايشين. مالك شايف عمو؟ أنا هون لحالي. Thank you.
اجت المواد ما هي؟ لا لسه، تأخروا كتير فيها. كان بس رح يوصلوا اليوم. كل مرة بيصير هيك. مزبوط معك حق. وهلأ شو عنا شغل؟ اتركوا، خلوا كل شيء مثل ما هو، ما بدي الأخطاء تتكرر. مثل ما بدك بصير. برأيي خلي الشغل على نفس الوتيرة. أهلين. مرحبا. أهلين حبيبي. أنت شو جابك لهون؟ كان لازم إجي اطمن عليك. تعال نطلع لبرا، خلي هدول معك، أنا شوي وبرجع. وهلأ كيف الجو عندكم بالبيت؟ لا تسأل. إيمان كيفة؟ بعد اللي صار مبارح كتير تعبت، معتبرة إنه حياتها عم تنتهي. بكرة أبوكي بيهدى شوي. إيش هالمنطق هاد؟ كيف بيقدر يجبرها إنها تتزوج من هداك الشاب؟ بس بابا هيك عقله. طيب إذا ظل الوضع هيك يمكن ما أقدر إجي أخطبك بهالفترة هاي. لا تتوقع أني أضحك وأنا بهالحالة. بعرف، بس حابب شوف ضحكتك. ما بتتخيل قديش مضايقني الوضع اللي صرنا فيه. لما فكر بمشاكل بابا ومسعود وإيمان بلاقي إنه عائلتي عم تبعد عن بعضها يوم عن يوم، واللي مضايقني إني حاسة حالي عاجزة وما عم بقدر أعمل شي. ما بصير تحسي حالك ضعيفة، طلعي على حالك، أنت أكتر وحدة عملية بعيلتك. حبيبتي الكل هلأ محتاجينك. صدقني حتى أنا هلأ ماني قدرانة إني غير شي. أنا طالع، بس قلي لي شو عنا بكرة؟ الساعة 10 في مريضة جاية عندها معاينة، والساعة 12 عندك عملية. أوز دمير بيك، غيرهم؟ بس هدول. ماشي، نلتقى بكرة. تفضل. عمو؟ في زبونة اجت عم بتقول انه بدها تبدل سيارتها. مين هالزبونة هلأ؟ انا بالي عند مسعود، ما بقدر حاكي زباين. شو نوع سيارتها واي سنة موديلها؟ خليها تسجلون وانا بشوف لها الموضوع. بس هي قالت انها حابة تحكي مع احمد بيك بشكل خاص. مين هي؟ يمكن اسمها روعة، بس قال بدها تشوفك. طيب خليها تفوت. ماشي. عمو، اليوم اول يوم الي بالشغل، بس انا كمان بالي عند مسعود، فيني روح اليوم على البيت بكير؟ على بيت أبوكي؟ رح نطلع بكير ونروح مع بعض. ماشي، شكراً عمو. تفضلي، أحمد بيك عم يستناكي بمكتبه. شكراً كتير، تفضلي. كيفك حبيبتي؟ أنا تمام، أنت كيفك؟ كيفك منار؟ الحمد لله. أهلين أنور بيك. عمي خبره. روان كيف صارت؟ أخذت على الدكتور بالليل، قال ما في شي خطير، هي والجنين مناح. أوف الحمد لله. هلأ هي بالبيت. وين تيماء؟ خليتها عند مرت عمي تتسلى معها شوي. أحسن ما تجي لهون بتمل. صحيح مين هي اللي طلعت لفوق؟ ما بعرف، الظاهر إنها زبونة قديمة لأنه حبت تشوف عمي بالذات. أيوة، بس ما بعرفها. تفضل. بس لحظة، أبوك على الخط أنور بيك. شو رأيك حكي أنا؟ لأني ناوية أروح لعندهم اليوم المساء.
بابا؟ بدي أحكي مع أنوار. بابا أنا كتير مقهورة. هاتي أنوار يا بنتي. بده يحكي معك أنت. طمني بابا، في شي جديد؟ أفرجوا عن مسعود من شوي. أوه، جودة راح يجيبه من المخفر. المسا تعه منشان نحكي بكتب الكتاب. أي كتب كتاب؟ كتب كتاب إيمان وهداك الولد. أنا ما بقدر أفكر بالقصة لحالي، لازم نعمل الشغلة بيناتنا وبدون حس أو خبر قبل ما يدروا أهل الضيعة. اليوم ضروري بدنا نخلص القصة على السريع. بابا طول بالك، لا تستعجل. إيمان رح تتعذب كتير، بعدين هي بتحب غيره. خلينا نصبر شوي، نزير شاب منيح. ما عاد في نزير، مو حلوة بحق الزلمة كمان. هذا غلط إيمان وغلطه، ولهون وبكفي. الظاهر أعطيناها حرية زيادة بلا ما تجيب لنا مصايب تانية. بعدين يا أنور، أنا بدي أطلع على أهل العريس وأنا راسي مرفوع. ما رح أقبل إنه ينبنى بيت على هيك فضيحة. عم استناكم المساء. يعني أنت ما لقيت غير معرض يتبدلي فيه سيارتك؟ ليش اجيتي لهون؟ أحمد، ماني عرفانة ليش مزعوج من جيتي لهالدرجة. قلت لك من شوي في براسي 100 شغلة، وهلأ ماني بوضع بيسمح لي بدل سيارات. طيب كتير منيح، طالما هيك يعني أنا جاي لعندك بالوقت المناسب. هذا أكتر وقت بتحتاج فيه لرفقاتك. أنت عم تدوري على حجج من شان تجي لهون. موضوع السيارة هو الحجة. مبروك إلنا عمي، مسعود رجع على البيت. ايه حلو كتير، الحمد لله على سلامته. انت ابنه لعلي يحيى ما هيك؟ مزبوط. احمد ليش ما تعرفنا على بعض؟ رح اعرفكن. انور روعة، روعة من الضيعة، صديقة طفولتي. بالله عن جد؟ ليش ما قلت لي من قبل عمي؟ لاني بصراحة استغربت شوي لما عرفتني. آسف بس تحت قالوا إنك زبوني. أنا تشرفت بمعرفتك. وأنا. شو عم تعمل؟ قاعدة لحالة. الغبية رح تتجمد من البرد، وأنت كمان رح تبرد هون. أنا وياها كبرنا مع بعض، كانت بالنسبة إلي مثل نجلة. يعني هلأ وقت يدقوا علينا الباب؟ اي والله مرت عمو، دقوا علينا الباب لما وصلنا لأحلى مقطع بالقصة. إذا بدك منطنش وما منفتح الباب. ما بصير، نفتح بركي في شي مهم. ماني متضايق من المغفر، متضايق لأني ما قتلته لهالكلب. مسعود، لو إنك عملت له شي كنت ما رح شوفك من هون لكم سنة. أنت ما عم تفكر فيني أبدا، شوية عصبية بتستاهل كل هالشي؟ بتستاهل، هذا الزلمة قليل أصل. حابب أطلع على شي مكان. لوين يعني؟ ما بعرف. مالك حابب تروح على أي مكان؟ بس بدك تهرب من اللي عم يصير معك. هاي الشغلة بتصير مع الكل، بس لوين ما حاولنا نهرب يلي هربانين منه رح يجي معنا. طيب ليش هيك عم يعملوا؟ هلأ نحن مو عائلة؟ يعني إذا غلطت غلطة بخسر جامعتي والشخص اللي بحبه، كل شي بيروح من إيدي معقول؟